اللي اتقال الأزمة فسخ العقد، وكان في عقد بكذا، وفي على فكره نعم احنا مش احنا اللي فسخنا العقد، نعم يعني عشان نبقى برضو واضحين، العقد بتاع شركه كان اعتقد اسمها سوكر يونايتد او حاجه كده، احنا ما فسخناش العقد، احنا جينا لقيناها مفسوخ. الناس دي ما كانت هي اللي ماسكه المحلات اللي هي بتاعه تسويق الهدوم، ستورز اللي عندكم بيسوقوا الهدوم بتاعتنا وكده، وقفلوا المحلات ومشيوا وسابوا النادي، واعتقد ان احنا جينا كان العقد مفسوخ. او انتوا جيتوا لقيتيها مقفوله؟ جينا لقيناها مقفوله. طيب الشركات اللي في القانون الجديد اتاح لي للانديه ان تعملها، الشركات دي من الممكن ان هي تضيف للنادي كنادي؟ وانا سمعت مره من حضرتك انها ممكن تضيف كمان لاولاد النادي واعضاء النادي الشركات دي كلها. يعني ايه تضيف على يعني الولاد النهارده تبقى عندك شركات في شتى المجالات. قصدك شغال